أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر، أكد أن شعب البحرين يتميز عبر التاريخ بترابطه وتماسك لحمته الوطنية في إطار روح الأسرة الواحدة، مشيدا سموه بما يبديه شعب البحرين من حرص على المشاركة في نماء وطنه والحفاظ على أمنه واستقراره. قال سموه: إننا بحاجة إلى التمسك بهذه القيم النبيلة، وأن يستمر التواصل بين أبناء المجتمع الواحد، وأن يكون غايتنا وهدفنا جميعا هو أن نصل بالوطن إلى أعلى درجات التقدم والازدهار. جاء ذلك لدى استقبال صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بقصر القضيبية صباح اليوم الدكتور علي جعفر العرادي وعددا من أفراد عائلته، والذين رفعوا لسموه خالص امتنانهم وتقديرهم على مواساته لهم في وفاة فقيدهم المغفور له بإذن الله تعالى السيد محسن جعفر العرادي. خلال اللقاء أثنى سموه على الدور الهام الذي تقوم به العوائل والأسر البحرينية في تعزيز الترابط داخل المجتمع البحريني، مشددا سموه على أهمية تنشئة الشباب والأجيال القادمة على تلك القيم البحرينية الأصيلة وغرسها في نفوسهم بما يعزز من حب الوطن والانتماء لهم في وجدانهم. من جهتهم أعرب الدكتور علي جعفر العرادي باسمه ونيابة عن أبناء العائلة عن خالص تقديرهم وشكرهم لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على حرص سموه الدائم على مشاركة المواطنين في مختلف الظروف، مؤكدين أن نهج سموه في التواصل مع المواطنين يشكل نهجا فريدا يتميز به سموه، ويؤكد على ما يتمتع به سموه من خصال إنسانية رفيعة، سائلين الله عز وجل أن يديم على سموه نعمة الصحة والعافية والعمر الطويل، وأن يسدد على طريق الخير كل خطوات سموه وجهوده في سبيل نماء الوطن وتطوره.